بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، في هذا المقطع أروي قصة لأحد عمالقة الإسلام في الوقت المعاصر، قصة لسماحة الشيخ الخليلي حفظه الله تعالى، وهو ممن وفقهم الله تعالى للقراءة في شتى صنوف العلم، ورزقه ربنا عز وجل السرعة في مطالعة الكتب. لعل هذه القصة لأول مرة تخرج إلى أسماع الطلبة. يخبرني أحد الإخوة ممن شهد هذه الحادثة أن مجموعة من الناس أو إحدى المكتبات أرادت أن تخرج أعمال الشيخ العلامة ناصر الدين الأسد، أحد علماء اللغة العربية في وقتنا المعاصر، وتوفي سنة 2015 للميلاد، وكان بينه وبين سماحة الشيخ صحبة، حتى أن السيد أزهر حسين الندوي في هذا الكتاب الذي تحدث عنه عن سماحة الشيخ أورد كلمة لناصر الدين الأسد يتحدث عن سماحة شيخنا الخليل حفظه الله. على كل حال، اتصلت هذه المكتبة بأحد المقربين من سماحة الشيخ حفظه الله، يريدون أن يقوموا بطبع هذه الأعمال، أظن في السنة الماضية في المعرض الماضي، ليست هذه السنة وإنما التي قبلها، وأرادوا من سماحة الشيخ أن يكتب مقدمة لهذه الأعمال. هذا الرجل قام بأخذ الأعمال، ولكنه كان متحرجا أن يقدمها لسماحة الشيخ بسبب ظروفه، كثرة الأعمال وظروفه الصحية التي قد لا تسمح أن يضغط عليه كثيرا. أعطاه الأعمال وكانت في 6 أجزاء، في 6 مجلدات كاملة. يقول هذا الشخص: المكتبة تتصل بي بين الوقت والآخر، يريدون المقدمة لأن الوقت يضيق جدا، ويريدون أن يخرجوا هذه الأعمال في المعرض. وهذا الشخص بدوره كان متحرجا، فكلما يذهب عند سماحة الشيخ يقول: دعه الآن، انتظر قليلا، انتظر قليلا. ولم تمض مدة يسيرة حتى جاء سماحة الشيخ إلى هذا الرجل، وكله إعجاب بما كتبه ناصر الدين الأسد. استطاع سماحة الشيخ حفظه الله أن يقرأ 6 مجلدات في وقت يسير جدا، وكان الشيخ رحمه يتكلم بإعجاب كبير بهذه الأعمال، يقول يعني ويفتخر بتراثها اللغوي العربي، فكما هو معلوم بأن ناصر الدين الأسد رجل غيور باللغة العربية كما هو حال سماحة الشيخ حفظه الله. فكتب الشيخ أحمد 40 صفحة مقدمة لهذه الأعمال. يقول هذا الشخص: لم يقدم الشيخ أحمد مقدمة بهذا الطول وهذا العرض، يعني تكاد حتى تكون كتاب، مثل ما قدم لهذه الأعمال في أربعين صفحة. الشاهد من هذه القصة كيف أن الله تعالى أيد هذا الرجل بسرعة المطالعة والتهام الكتب في وقت قصير جدا، وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.